لقد أعدتم تعريف الوطنية، وهذا يعني بشكل تلقائي إعادة تعريف الخيانة، والفرق بينهما هو كالفرق بين ما سمي ثورة ثوار وما شهدناه من ثوران ثيران. هو الفرق ما بين ثائر يتشرب الشرف وثور يعلف بالعلف، بين ثائر نهجه عز وفخار وثور يهوى الذل والعار، وما بين ثائر يركع لخالقه وثور يخر ساجدا أمام الدولار. عرفتم الثورة وأعدتم إليها ألقها بعد أن لوث اسمها جزء من المرتزقة وفاقدي الشرف حاملي جواز سفر سوري. أنقذتم سمعتها وأعدتم إطلاقها، لذلك ما حصل لم يكن احتفالات على الإطلاق، بل كان ثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حقيقي لا مجازي. ثورة ضد الإرهاب والخيانة والانحطاط الأخلاقي. ثورة لسان وقلم وعمل وسلاح. ثورة عنوانها الشرف ضد كل ساقط ارتضى لنفسه أن يكون مطية يمتطيها الآخرون ليصلوا بها إلى حيثما يشاءون.